السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي قناة فريكيت. أهلا وسهلا بكم من جديد في شرح لبعض الأيردروبات ستكون صادقة وستصل إلى محافظكم إن شاء الله. اليوم معنا أيردروب قوي جدا موجود في الكوين ماركت كاب كما نشاهد هنا، سبيند كوين SPND، سعره 6 سنت كما تشاهدون أصدقائي. هذا الأيردروب وهو عبارة على تيليجرام بوت كما تشاهدون هنا، هذا هو التليجرام بوت وهذا هو البالانس. سنضغط هنا على البالانس كما تشاهدون، يعطينا 350 قطعة، 350 قطعة أنا شاركت فيه. سأتثبت أولا من مصداقية يعني هذا الأيردروب. حسنا أصدقائي، لما أتثبت من قبل سأرى ذلك. هنا أصدقائي للتثبت من هذه العملة، نذهب إلى السوشيال ميديا الخاص بهم، التويتر مثلا. سأذهب إلى التويتر الخاص بهم هنا. أول ما نقوم به نذهب إلى تويتر الخاص بهم، هذا هو تويتر الخاص بهم. سنرى إن كان هناك أيردروب أو لا لهذه العملة. كما تشاهدون أصدقائي لا يوجد أي أنونسمون لأنه موجود أيردروب. ثم سنعود إلى هنا أصدقائي، نذهب من هنا أيضا من الكوين ماركت كاب إلى الموقع الخاص بهم، هذا هو الموقع الخاص بهم على الكوين ماركت كاب. سنذهب إلى كوميونيتي، سنعود إلى التليجرام، هذا التليجرام الخاص بهم أو هذه قناة تليجرام. سأذهب إلى الأسفل ليبحث على الجروب تليجرام، هذا هو الجروب تليجرام الخاص بهم أوفرير. كما تشاهدون أصدقائي منذ قليل فقط، منذ يعني دقائق، ذهبت إلى الأدمين وقلت له هلو أدمين بليز، سألته إن كان هناك أردروب أو لا، فرد علي كما تشاهدون هذا هو اسمي، رد علي وقال لي اسكام. ثم رد علي أحد الأعضاء الآخرين وقال لي It is scam. No, it is scam. لا يوجد أيردروب لهذه العملة. انتشرت هذه في اليوتيوب أصدقائي، وأنا أثبت لكم أنها سكام. رغم أنني هنا سأعود إلى هذا هو التليجرام بوت الخاص بهم، يعني سأقوم بفتحه بعد أن شاركت فيه أصدقائي. بعد أن شاركت فيه هنا كما تشاهدون يقول لي يعطيك 350 ب 24 دولار و 12 دولار، يعني 175 قطعة. بعد أن شاركت فيه يظهر أنه سكام. أعود إلى هنا أصدقائي، هذا ما سأقوم به، جروب شات الذي قمت يعني هنا الجروب شات الخاص بهم، هذا هو الجروب شات الخاص بهم لقد يعني حذفته. وأيضا النيو شانيل، هنا النيو شانيل أقوم بكيتي لو شانيل، هكذا كيتي لو شانيل. حسنا أصدقائي، ثم أعود إلى الجروب هذا، أعود إلى التليجرام بوت وأقوم هنا بسبريمي، هكذا أصدقائي سبريمي. حسنا هكذا أقوم بسبريمي إلى هذا الأيردروب، سبين كوين أيردروب وهو أصدقائي سكام. حسنا أصدقائي معنا اليوم هنا أردت فقط إثبات يعني مصداقية الأيردروبات التي أبحث عليها وأقدمها لكم. هذا هو ما أردت أصدقائي، أن لا تقوموا يعني ب يعني بتسجيل في ايردروب سكام، هكذا تقومون بالتثبت. تذهب الى الكوين ماركت كاب، تدخل الموقع الخاص بهم او على السوشيال ميديا اصدقائي تويتر، ستجد انونس ان كان هناك ايردروب لاي عمله. حسنا اصدقائي بالنسبه الى العمله هذه ديو موجوده على الكوين ماركت كاب، الديو موجوده على الكوين ماركت كاب. هذا الايردروب الثاني الذي سنطرحه الان، انتهينا من ايردروب سكام الذي قلت عليهم. هذا هو الديو اصدقائي ب 0.7 يعني ب 7 سنت، ثمنه 7 سنت. قد شرحت هذا الأيردروب في فيديو سابق منذ أكثر من شهر، منذ أكثر من شهر للا عملة، والآن نزلت على الكوين ماركت كاب. سأثبت لكم أنها هنا نزلت على الكوين ماركت كاب منذ يومين، منذ يومين فقط نزلت على الكوين ماركت كاب. ما عليك سوى التسجيل في هذا الأيردروب. ثم صديقي لابد عليك أن تقوم بتنزيل الولد، هذه الولد أصدقائي يطلبها عديد يعني عديد الأيردروبات تطلب هذه الولد، مهم جدا. تقوم بتنزيلها على الهاتف الخاص بك، لديها أصدقائي إفراز لتقوم بحفظها، ثم تدخل المحفظة الخاصة بك حتى يرسلون العملة لك. من هنا أصدقائي سيكونوا يرسلون العملة لك، ما عليك إلا التسجيل أولا، ثم تقوم بتنزيل هذه الولد، ثم أصدقائي تقوم بهذه المهام. أنا قمت بالعديد من هذه المهام، ما زال فقط أمامي تويتر رتويت رتويت رتويت، لا أريد القيام بها يعني كلها مع بعض. فقط أصدقائي كل يوم أو اثنين أقوم برتويت ولا اثنين ومهام جديدة يضيفونه. أمامك 26 يوم لربح هذه العملة، لدي 166 نقطة
وكذلك أصدقائي أتمنى لكم المشاركة والربح من هذه الأيردروبات الصادقة. إن شاء الله سيرتفع ثمنها 7 سنت، يعتبر جيد وجيد جدا، إلى أيردروب يعني نزل منذ يومين على الكوين ماركت كاب. هذا هو ما لدينا بالنسبة إلى هذا الأيردروب. ثاني أيردروب معنا أصدقائي اليوم هو هذه المنصة. هذه المنصة تعطينا حوالي أصدقائي 30 أو 34 دولار. ما عليك سوى التسجيل في ما عليك إلا سوى التسجيل في المنصة، ثم أصدقائي ستذهب إلى التثبت من الهوية. رغم أنها صعبة نوعا ما أصدقائي، لكن سهلة، ولكن مصداقية هذه المنصة تجعلني أطرحها عليكم، وإن شاء الله ستمكنكم من الربح عديد يعني العمولات في هذه المنصة. ما عليك سوى أصدقائي تضغط هنا بعد التسجيل، تذهب إلى الإيميل الخاص بك، الأكاونت الخاص بك، تقوم في المرحلة الأولى، أنا كما تشاهدون أون بيندينج، تقوم في المرحلة الأولى بوضع الكانتري يعني البلد الخاص بك، وتضع الإيدي كارت التي ستقوم بها، وثم تضع رقم الهاتف الخاص بك. ثم أصدقائي هنا في الوجه الثاني سترسل لهم واجهة إلى يعني للكارت الخاصة بك، ثم الوجه الثاني للكارت الخاص بك. أما المرحلة الثالثة وهي تنزيل أصدقائي سأضع لكم يعني تنزيل المحفظة أو الإكستشينج هذه على الهاتف الخاص بك. لهم تطبيق على الهاتف لابد من تنزيله، وفيه يقومون بالتثبت من السيلفي يعني التثبت من وجهك. لديهم أصدقائي ستفتح يعني الكاميرا، تفتح الكام لهذا التطبيق، وتقوم ب يقوم بالتثبت هنا من أنك يعني نفس الوجه الذي موجود في البطاقة. هذا هو ما عليكم فعله أصدقائي، طريقة سهلة وسهلة جدا. ما عليكم إلا أن يعني لا يمكن أن تأخذ أي دولار أو أي سنت من أي عملة مجانا هكذا، لابد من يعني تعب، يعني قليل من التعب أصدقائي، ليست بتعب كبير، فقط تتبع المهام وإن شاء الله ستكون من نصيبك. MBAX Exchange شيء لديها airdrop قوي جدا أصدقائي، ما عليكم سوى إلا التسجيل. سنرى هنا على التويتر الخاص بهم كما تشاهدون هنا على الميديوم، تستطيع قراءة هنا على الميديوم، تستطيع قراءة يعني الارتيكل الخاص بهذه العملة. شكرا لكم أصدقائي، إن شاء الله ستصلكم العمولات، وأدعوكم إلى المشاركة في هذا الأيردروب، وشكرا لكم. بالنسبة إلى أي أيردروب جديد أصدقائي، إن كان سكام أو غير سكام، سأقوم بطرحه وأعدكم بمصداقية كبيرة لهذه القناة. شكرا لكم أصدقائي، لمن أعجبه الفيديو فقط ما عليه إلا أن يقوم بسبسكرايب وتفعيل الجرس، ويتبع الجروب الخاص بهذه القناة. وشكرا لكم وإلى اللقاء.